أختي أميرة العازمي اليوم هي في وظيفة ممكن ما تعودنا أن نشوف منها بالبيت، ما تعودنا أن تكون بنية كويتية في هالوظيفة، واللي هو متنبئ جوي طيران. وظيفة جديدة، وظيفة أنا اليوم وايد متحمس أني أكون وياكم في هالوظيفة وأدش في تفاصيلها. أختي أميرة، أول شيء صباح الخير. صباح النور، أهلا فيك. أنا اليوم وظيفة الفن أو اللي هو متنبئ جوي طيران. أيوة متنبئ جوي طيران. شنو هذه الوظيفة وشنو هذا؟ هي طبعا متخصص، هو مكان عمل، ولكن في مثلا اللي تخصص أرصاد جوية واللي تخصص صحيح. يعني أكثر من شيء. نعم. أبي أفهم أكثر، أنا موظف جديد، أبي أعرف علميني. طبعا متنبئ جوي طيران يعمل في مراقبة التنبؤات الجوية، وهي تقع تحت مظلة الأرصاد الجوية. متنبئ جوي طيران يعمل كمتنبئ جوي لحالات الطقس المتعلقة بالطائرات، يعني نقدم خدمات للطائرات فقط لخدمة قطاع الطيران. لا سمح الله، الجو في هواء في غالبية أو أحيان تكون في طبقات الجو العليا. يعني إذا طقس الطيران، إذا متنبئ جوي متعلق بطقس الطيران. الحين إذا بتتكلم عن أنت قلتي بالطبقات العليا، صحيح. كم يعني كم قدم فوق؟ 20,000؟ هل يختلف عن 30؟ هل يختلف عن الحشرة؟ هل يختلف عن الأرض؟ أبي أعرف تفاصيل هذه المعلومات. متنبئ جوي الطيران طبعا مسؤول عن المجال الجوي الكويتي. إحنا في قسم التنبؤات الملاحية مسؤولين عن المجال الجوي الكويتي. أوكي. مسؤولين عن كل الظواهر التي تحدث داخل المجال الجوي الكويتي على كل ارتفاعات، قد تصل الى ارتفاعات 65,000 قدم، وعلى عندنا خرائط منخفضه بعد ايضا على وعلى على الرنوي ايضا. احنا مسؤولين عن الرنوي ايضا في حالات نسمي عندنا احد الخدمات اللي يقدمها نسميها باللاندنج فوركاست، تنبؤ الهبوط، فهي على الرنوي. وايضا عندنا خدمه نقدمها وهي التيك اوف داتا، وهي تنبؤ الاقلاع. فاحنا نبتدئ من السي، احنا نسميه المين سي ليفل على مستوى سطح البحر، اب تو نصل الى ممكن في خرائط الطقس اللي تصلنا من لندن. طبعا احنا ضمن الاقليم اللي ياخذ خرائط الطقس القاسي من وافس لندن، وهي مراكز اقليميه لتنبؤات الطيران. ما شاء الله، تصل الارتفاعات ل 65,000 قدم. فمن السي ليفل لغايه 65,000 قدم، كل الظواهر اللي تحدث في هذه الطبقات احنا كمتنبئين جويين طيران مسؤولين عن تنويه وتنبيه الطائرات لأي حالة طارئة أو خطرة على جسم الطائرة. نصدر تحذيرات جوية، أيضا نقوم بإصدار نشرات تتعلق بحالة الطقس في المطار، هذا موضوع آخر. في المطار نصدر توقع لهي مدة 30 ساعة، حالة الجو 30 ساعة، حالة الطقس في مطار دولة الكويت. وبالتالي الطائرات مثلا على سبيل المثال المغادرة من لندن ولا من الصين ولا whatever من أي مكان بعيد تقطع مسافة تاخذ 16 ساعة، فلا بد انه يقرا النشرة اللي نقوم نحن باصدارها تسمى تاف. نشرة تنبؤ المطار، هذا الطيار اللي هو قبل المغادرة من مطار المغادرة يقرا النشرة. يعرف الوقت الوصول، هل وقت الوصول راح تكون عندي مشاكل او ظواهر جوية قد تستدعي اني اخذ دايفيرت الى مطار اخر، او ممكن تسبب لي ديلي. فعلى اساسه يقوم الطيار بالتخطيط في رحلته، استهلاك الوقود قبل الإقلاع، شال الهواء وضغط الهواء. تخاف من التيربلنس؟ شنو هذا التيربلنس؟ المطبات الهوائية تخاف منها؟ اي والله، أنا شوفي في شغلة أنا كنت وايد أخاف من العواصف الرعدية. تخاف منها؟ شلون ما أخاف؟ هذه ممنوع أصلاً إنك يدخل فيها الطيار. إحنا من يقوم بإطلاعه على المكان الإحداثيات العاصفة الرعدية ابتداء من البيس. طبعاً العاصفة الرعدية من إحدى أخطر الظواهر الجوية على الطيران، تصنف من أخطر. بس يقولون جسم الطيارة مضاد لهال. لا لا لا، العاصفة الرعدية من أخطر الظواهر الجوية التي لا يجب على الطيار حتى الاقتراب من الظاهرة من العاصفة الرعدية. الزون الأحمر، الزون حوالي لازم يبتعد عنها حوالي 20 ميل. أوكي. من جميع النواحي، من جميع النواحي على هذا ملزم الطيارين في قوانين تلزمهم بالابتعاد عن أي عاصفة رعدية بحوالي 20 ميل. شوف حبك للعمل ما شاء الله، لا اله الا الله، قاعد تدرجين بالكلام، شلون حبيتي هذه الوظيفه؟ هو في الحقيقه انا تتوافق مع تخصصي، انا خريجه جامعه الكويت، تخصص هندسي انجينيرنج فيزكس. ريموت سينسينج هو تخصص يعنى بتحليل صور اقمار صناعيه واشارات الرادار. والمتنبئ جوي الطيران
في الحقيقة هو عمل شوية صعب ويحتاج دقة عالية، في مسؤولية، مسؤولية عالية، أنت مسؤول عن أرواح بشر ممتلكات، لكن في نفس الوقت هو ممتع. ليش؟ لأن كل يوم عندك أنت وذر، كل يوم عندك طقس مختلف، كل يوم عندنا نشرات مختلفة، فما في رتابة، ما في روتين في العمل. بوجهة نظرك اليوم أنا كموظف جديد جاي وياكم، شنو الصفات اللي لازم أكون أنا أحملها عشان أكون متنبئ جوي أو متنبئ أرصاد جوية؟ أهم شيء لازم يكون عنده شغف للوظيفة، أوكي، وعنده حب للأرصاد الجوية وحب للطيران، ولازم يكون عنده ثقة بنفسه. يعني إحنا المتنبئ الجوي اللي عنده تردد هذا ما ينفع في الوظيفة، لأن المتنبئ الجوي لازم يكون واثق من نفسه وهادئ ويتعامل مع الضغوطات العالية، لأن المتنبئ الجوي يصدر قرارات قد تكون هي السبب في فتح أو غلق المجال الجوي الكويتي. فعليه لازم يكون عنده عليه مسؤوليات كبيرة، فلازم يكون شخص واثق من نفسه وقادر على أن يتخذ قرارات في الوقت المناسب وما يتردد، وقادر أيضاً يكون متفاعل مع زملاء المتنبئين، لأن المتنبئ الجوي ما يعمل لوحده، يعمل مع جروب من المتنبئين الجويين، فلازم يكون عنده صفة أنه سهل التواصل ومتفاعل مع زملائه ويستشير ويستشار ويأخذ بالرأي الآخر، وفي النهاية لازم يطلع القرار في الوقت المناسب. زين، اليوم أنا كوظيفة هل أنا معتمد فقط على الشاشات ولا لازم في أشياء ثانية أعتمد عليها، أو يعني بس على البرامج اللي موجودة تكفي بأنها تغطي الأشياء اللي أنا بيها ولا في أشياء ثانية؟ هو لازم يكون طبعا الدراسة الأساسية قبل لا يتوظف يكون عنده بيسكس قوي في الفيزياء ورياضيات وعلوم الأرصاد الجوية. أنا أدبي طبيعي، طبيعي لازم يكون قوي جدا في الفيزياء ورياضيات وعلم الأرصاد الجوية، هذا أساسي. ومن ثم إحنا كل أغلب عملنا يعتمد على الشاشات وعلى قراءة عوامل الطقس، وبالتالي نقوم بتحليلها. طبعا هذه يعني دقيقة جدا، ها، من كل العالم. طبعا اكيد في نسبه خطا، يعني في نسبه ايرور، لكن المتنبئ اللي عنده اكسبيرينس، مثلا على سبيل المثال اللي امامنا هذا هو نموذج تنبؤ عددي يتنبأ بالطقس بشكل مستقبلي، المتنبئ الجوي الخبير مع الخبره يقرا هالاشياء، يعرف نسبه الخطا حتى في الموديل. يعني مثلا والموديل معطي ان اليوم سرعه الرياح 20، هو باي اكسبيرينس يعرف انه راح يزود عليها 10 نوت، يزيد 10 كيلو متر في الساعه، فمع الخبره يصبح المتنبئ الجوي هو اللي يدقق على الأجهزة. شلون يتم التواصل مع الطيار وشلون يتم هذه العملية كاملة لسلامة جميع من يعني اللي طبعا بالطياره والملاح الجوي؟ اي، في الحقيقه احنا كمتنبئين جوي طيران ما لنا اي كونتاكت مباشر مع الكابتن. حلو. مع الكوكبت ما لنا اي علاقه يعني او تواصل مباشر مع الطيارين. أوكي. لكن كل خدماتنا تصل للطيارين عن طريق وصله بيانات تابعه لوحده نسميها وحده الايتس، وحده خدمات يقراها بالطياره. نعم، ترسل ككود اول باول فور، يعني ارسالها فور ما يكتبها المتنبئ ترسل على طول، تظهر في قمره القياده. اوكي، وهو طاير طبعا في الجو. احنا عندنا ايضا بالاضافه الى انه يقراها، اضافه عندنا شيء اسمه الفولمت. الفولمت هو اذاعه صوتيه. اوكي، يقرا وموجوده في قمره القياده طبعا، ويسمعها الطيار وتكون لخدمة الطائرات وهي في الجو. ما شاء الله، تزود الطيار بجميع المعلومات. طبعا الطيران اللي احنا خاص فينا ولا اي احد؟ كل الطيران العابر، حتى العابر على الاجواء الكويتية طبعا احنا مسؤولين عنها على فكرة. واحنا معبر طبعاً. احنا معبر جوي كثيف، انا قاعد اشوف ساعات في الملاحة الجوية او البرامج اشوف ان احنا كل الخليج يطلع يعني تقريبا. مثل ما قلت لك متنبئ الجوي طيران ايضا مسؤول حتى عن الطائرات العابرة في مجالنا الجوي. يعني هم ايضا يقومون باستقبال الخدمات اللي نقدمها. يمكن في ناس ما تعرف ترى، يعني طلبة ما انت كنت تعرفين ايام الجامعة ولا ايام الثانوية ما كنتي واعية على المكان. صحيح. وانا شخص ما ادري ان في مكان كذي هنا بالكويت والله العظيم، فابي اعرف منك. بالنسبة للمتنبئين الجويين احنا عندنا بصراحة نقص او عجز ما في نسبة الكويتيين نعم، ما عندنا في نقص بالكويتيين. نعم، يعني يعدون على الأصابع يمكن 2 أو 3 العاملين. أوه. نعم، وإحنا نحتاج يعني فوق 25. أوه لا لا، يعني إحنا ندرة من المتنبئين الجويين خصوصا في الأفيشن، وأنت عارف والتنبؤات الجوية للطيران هي من أهم
الأقسام في قطاع الطيران أو عفواً في قطاع الملاحة الجوية في الطيران المدني. اليوم أبي موقف صار وياك ما تنسينه أو شيء تفتخرين فيه أو شيء مثلاً ضيق خلقك في يوم من الأيام بعيد الشر إن شاء الله، أبي أعرف هل مرة عطيتي نصيحة لطيارة وتفادوا عاصفة ممكن كانت تؤدي الأرواح يعني خطر تخليهم في خطر؟ أعطيني أبي موقف يعني صدق تحسين بفخر فيه. والمواقف اللي تواجهنا في تنبؤات الطيران وايد، بس أبي لكن أنت لكن من المواقف اللي أنا وزملائي طبعاً إحنا نعمل كعجروب، المتنبئ الجوي ما يعمل بشكل فردي. أوكي. اللي دائماً وكل ما تكرر نفس الموضوع تكون ردة فعلنا نفس ردة الفعل، يعني حتى ما نتعلم من الموضوع، لأنه يكون في شوية ربكة بسبب حركة الطيران، هو في يكون في انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب. لما تنخفض الرؤية الأفقية إلى ما دون 350 يغلق المجال الجوي الكويتي. 350؟ أي متر أفقياً. أوكي. يغلق المجال الجوي الكويتي، فتصبح الربكة في برج المراقبة وربكة في حركة الملاحة طبيعي، فتكثر علينا الأسئلة والاتصالات متى تتحسن الرؤية، لأن بناء على قرار المتنبئ الجوي راح يكون عودة الملاحة حركة الملاحة الجوي، فهني يصير تنشن. فبس لله الحمد دائما كانت قراراتنا في الغالب كانت سليمة وصحيحة، وكان تنبؤنا صحيح وتحسنت الرؤية وتمت عودة حركة الملاحة الجوي. فخورة بهذه الوظيفة؟ طبعا. وبما أنك أنت فخورة، لو يرد فيك الزمن ترجعين لنفس الوظيفة ولا لا؟ لا طبعا. لا طبعا ارجع. ترجعين؟ اي طبيعي. خلاص اي تمام. اي يعني اليوم وظيفتي انا اخترتها صح؟ صحيح. اي شكرا اختي اميرة، انا وايد استمتعت فيك اليوم، شكرا ان سلطنا الضوء، شكرا وفخور جدا ان بنات ديرتي في هالوظيفة الحساسة، فعسى الله يوفقك ويعني كثر من امثالك، واحنا سعيدين اليوم صراحة. الله يعطيك العافية وانا اشكرك. شكرا. شكرا.